السلام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء في قناة الأيام الفضائية وشبكة المراسلين الممتدة على الطرقات المؤدية إلى كراء المقدسة من عموم محافظات البلاد، طرق يا حسين المنتشرة سواء هذا الطريق. وأنا الآن موجود على الطريق المحوري، طريق يا حسين باتجاه مدينة كربلاء من النجف الأشرف، يعني بحساب الأعمدة 205 عمود، وهو المركز الرئيسي للحوزة العلمية المقدسة الذي اتخذته مركزا للتبليغ. وهذا المركز هو موقع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ومن هذا المركز تنطلق جموع المبلغين والمبلغات إلى أصقاع البلاد كافة، وعموما في الطرق الميسمية في الطرق الرئيسية من البصرة امتدادا بجميع الطرق وصولا إلى كربلاء المقدسة. ونتحدث هذا اليوم عن المشروع الحوزوي، المشروع التبليغي للسنة 12 على التوالي، وأهمية هذا المشروع واستثمار هذا المشروع من خلال أحد مشايخ الحوزة سماحة الشيخ أكرم الكعبي. سلام عليكم شيخنا العزيز، أعظم الله لنا ولكم الأجر، وأسأل باري أن يديم هذه النعمة، نعمة خدمة زائري الإمام الحسين، لا سيما الحوزة العلمية الشريفة كانت وما زالت سباقة في هكذا مشاريع، سواء في مشاريع الجهادي عندما ذهبت العمامة الشريفة لتواكب الركب الحسيني في الجهاد، اليوم تواكب الركب الحسيني في المسيرة الحسينية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي شرع الشعائر وجعلها بودقة تضيء في سماء الأمة. لا شك أن الحوزة العلمية شاركت في جميع الميادين منها الجهاد وغيرها، وهي الآن تستثمر هذه الفرصة، وهي فرصة زيارة الأربعين للسنة 12 على التوالي، وتقريبا 5000 طالب منهم العلماء ومنهم الأساتذة ويشتركون في هذا المشروع التبليغي. ووظيفة هذا المشروع التبليغي هو توضيح للزائرين الكرام، توضيح المسائل الشرعية، المسائل الأخلاقية، المسائل العقائدية، المسائل الأصولية، وكذلك إقامة صلاة الجمعة على طريق نجف كربلاء وغيره من الطرق المؤدية إلى كربلاء من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال. يتحمل طالب الحوزة العلمية الشريفة أعباء كثيرة، لا سيما النزول إلى الشارع. اليوم حوزتنا المباركة علماءنا الأجلاء حفظهم الله خيمة لنا، يعني كأنما استثمروا هذا المسير أفضل استثمار، لا سيما هناك هجمة على الشباب من الغرب، هجمة على الأفكار الشابة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الحوزة العلمية الكثير من الأهداف لديها من خلال هذا المشروع الحوزوي. نعم، هي هذه الأهداف الكبيرة تستغلها الحوزة أو تستثمرها الحوزة في أيام معدودة أو أشهر معدودة، لأن الإنسان يكون متوجه أيام شهر رمضان مثلا، أيام شهر محرم، أيام شهر صفر، الإنسان يكون متوجه إلى هذه القضايا الروحية، القضايا الروحانية كما نسميها. لماذا؟ لأن باقي السنة الإنسان منشغل في هموم الدنيا، ولكن هذه الأيام أنا أعتبرها دورة للإنسان، دورة روحية، دورة فقهية، دورة عقائدية، دورة أصولية. ويستطيع الآن الزائر بسهولة الحصول على الحكم الشرعي عن طريق الأخوة المشايخ والسادة والعلماء المتواجدين على طول الطريق. وهذه هي وظيفتنا، وهي وظيفة طالب العلم، هو وصول الأحكام الشرعية إلى الزائرين الكرام. جزاكم الله خيرا، وفقكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه ميزان حسناتكم، لا سيما الحوزة العلمية الشريفة كانت وما تزال مع الركب الحسيني، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم. شكرا جزيلا. سبحانه وتعالى أن يوفقك الجميع. شكرا جزيلا شيخ العزيز. مشاهدي الكرام، نستثمر الوقت حتى مو مثل البارحة ناخذ أكثر من وقتنا، لأن شبكة المراسلين قرابة 6 مراسلين منتشرين في الحلة، في كربلاء، في طريق يا حسين يعني إلى الأمام زميلي ظفر، في منفذ شلامشة، في منفذ زرباطية الكثير. وأوجز بأن المشروع الحوزوي هناك عقدت عدة مؤتمر المباشرة في هذا المشروع، مؤتمر خاص للرجال يعني العلماء بإشراف السماحة السيد أحمد الصافي النجفي، فضلا عن هناك كان مؤتمر خاص للمبلغات، يعني وكان في هذا المؤتمر يعني السيد الحكيم جعفر الحكيم، وهناك كان مؤتمر أيضا خاص للشباب
أكثر من 2000 شاب من طلبة الجامعات العراقية بمختلف الجامعات من مختلف بلدان، يعني مختلف المحافظات البلاد. وأيضا السلام عليكم حجية، تعال هنا يمي يمي هنا 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 قواك الله يعيش على الكاميرا. شلون شمك؟ الله يسلمك. الله يساعدك. الله يساعد بخاتك. منين جاي؟ من العمارة يمه. فدوى اروح لك من العمارة جاي. جاي بعد قلب انا اروح لك فدوى يمه. بعد قلب يمه. الله يسلمك. من هذا وياك؟ هذه ابن بنتي. ابن بنتك؟ اي والله. جايته وياك؟ ايوه. ما تعبانة؟ لا لا مات ان شاء الله يمه، ما يتعبنا ابو عبد الله. سولفي لي حجية. رايحة للحسين وتواسين زينب. اي والله يمه. سولفي لي يمه. اي والله يمه اسولف لك على زينب ومصايب زينب وعلى ضيمنا يمه وعلى شبابنا يمه وراح ننخالهم يمه شبابنا يفكنا من هذا الضيم يمه. كل التوفيق ان شاء الله. امانه اريد من عديش. اي والله الامان يمه. شرد. لا 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 اريد من شفه الشغله. الجماعه بالاستوديو والمصورين يقولوا اريد الحجيه تندعي لنا يم الحسين. اي والله ان شاء الله يمه، والله ندعي لكم يمه، ابكي لكم يمه، والله يمه. توصين بالسلامه يمه يا بعد قلبي. كل التوفيق. كل التوفيق. كل التوفيق. مش عليك كرام الفويه موجوده عند الزائرين، الجميع في هذا المكان يحاول التواجد امام عدسه كاميرتنا، كاميرا قناه الايام المتواجده على طول الطرق المتوفر على طول الطرق المؤديه الى كربلاء المقدسه. وتحدثنا يعني في ايامنا المنصرمه في هذه الايام استثمار المسيره الحسينيه، فضلا عن ما قدم هذه المسيره لاهميه الشعائر واهميه العقيده التي تسير على هذا الطريق، طريق الوحده، طريق الثبات، طريق الامان. فإحنا بهذا المكان نحاول نقدم صورة حية نموذجية لجميع السائرين. السلام عليكم. إيراني. 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 شلامك زرباطية أي منفذ؟ إمام حسين. إمام حسين. إذا إمام حسين توجي مع حسين. نجاب. نجاب. التماس دعاء. نجاب إمام. الأخ الآن جاي من النجف ومتوجه إلى الإمام الحسين. ومشاهدين كرام توصف السلامة. التماس دعاء. التماس دعاء. التماس دعاء. حجي تعي هنا حجي حجي. تعي يمي. تعي هنا. شايف بكيفش مسوفي؟ مو راح تواسين زينب. عاد قلبي. سوفي شو راح تواسين زينب؟ والله أنا مريضة سكر وضغط وقلب وكل شيء عندي وممنوع علي المشي وأجيت يعني لازم أروح. قلت لهم آخر آخر أيام لازم أروح أنا مشي. إيه بعد قلبه والله في الطريق. الطريق جنة. لا والله لا والله جنة. أكل وشرب ونوم وكل شيء. شون شون ماكو مثل طريق بعد ماكو مثل. افتري للكاميرا. افتري للكاميرا. سوي أنا مريضة مالي نية. أنا افتري افتري. القرآن وأنا نايمة والقرآن وحقوق الحسين وحقوق الحسين. كان ما إلش نية تجين. مالي نية أجي لأن مريضة تمرضت حيل. بس نايمة أول ولمس نايمة بالبيت الظهر وحدري ثياب مال الحسين أبو عبد الله بيت ثلاث صور. قلت هسه أقعد وارتاح وأقسم هذا الراية أنطي كل من حصته. قعدت على حالي وحق هو الحسين. يا الحسين أبو عبد الله أنا حافية يعني الدرهم ما أملك بيتي إلا أنت الحسين أبو عبد الله وتريد نزورك لازم أجي. أجت جارتنا تدرس ماي قالت أريد الروح والكروة بالأقصاد. قلت لها بالأقصاد إن شاء الله توصلين وندعينا وياكم موفقين. مشاهدي الكرام مشاعر كثيرة للزائرين ولكن طه يقول لي خلاص وقتنا وهذه انتقالة لأحد المراسلين المتواجدين على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. هذه عودة إلى شبكة المراسلين. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أوافيكم الآن من داخل منفذ زرباطي الحدودي وما زلنا مستمرين معكم وهذه التغطية المباشرة لقناة الأيام الفضائية داخل منفذ زرباطي الحدودي. ما زال المنفذ يعمل على مدى 24 ساعة يستقبل أعداد كبيرة من الزائرين. إلى حد هذه اللحظة تم دخول قرابة 800 ألف زائر إيراني، أي يعني أقل من مليون زائر بقليل. من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يصل عدد الوافدين إلى ما يقارب 3 ملايين زائر من منفذ زرباط الحدودي فقط، يعني أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ، أما البقية فسيتم دخولهم عبر منافذ شلامشة والشيب وأيضا منافذ المطارات في المحافظات. بالنسبة للمنفذ الحدودي الحركة تسير بانسيابية عالية، ليس هنالك زحامات للزائرين داخل المنفذ.
تم مضاعفة عدد الحاسبات التي تستقبل الجوازات من أجل ختمها، وأيضا يعني بالنسبة للطريق داخل المنفذ بطول كيلومتر، هذا الطريق هو معبد بالكامل، وأيضا هنالك أعمدة إنارة وإضافة إلى هذه المثقفات من أجل توفير الراحة للزائرين وأثناء سيرهم داخل هذا المنفذ الحدودي. هيئة المنافذ الحدودية قامت بمضاعفة عدد يعني العاملين من الجانب العسكري وأيضا المدني من العاملين على أجهزة الحاسبة، وأيضا الذين يقومون بتأمين حركة الزائرين داخل المنفذ. بالنسبة للجانب الخدمي هنالك أكثر من 2500 موكب حسيني منتشر على طول طريق الزائرين في المحافظة، طريق كوت ناحية شيخ سعد باتجاه محافظة ميسان، وأيضا كوت باتجاه قضاء الحي يعني باتجاه محافظة ذي قار الناصرية. فيما يخص الطريق الآخر يعني المناطق شمال المحافظة، قضاء العزيزية وقضاء الصويرة، يعني هذين القضاءين يذهبون باتجاه يعني ناحية المسيب باتجاه يعني طريق قرية برينج ومن ثم إلى كربلاء المقدسة. الطريق الآخر وهو الطريق المهم الذي تجتمع فيه أغلب هذه الطرق، وهي طرق جنوب الكوت وأيضا الطرق الشرقية يعني من منفذ رباط الحدودي وأبناء مدينة الكوت وقضاء النعمانية، هو طريق نعمانية مالح باتجاه محافظة بابل. هذا الطريق هو الأكثر زخما من عدد الزائرين من ناحية العجلات أو من ناحية الراجلين. أغلب الزائرين يسيرون في أوقات المساء يعني أوقات الليل نظرا لارتفاع درجات الحرارة. أيضا يعني بالنسبة لعملية نقل الزائرين تسير على قدم وساق، هنالك عدد من الباصات في بوابة المنفذ تقوم بنقل الزائرين مباشرة، يعني كما تلاحظون خلفي زخم عدد الزائرين وأيضا يعني استمرارية مرور الزائرين على مدى 24 ساعة. هذه الأعداد تحتاج إلى عملية نقل أخرى وهي عملية الباصات، وأيضا السيارات الصغيرة أيضا تعمل على مدى 24 ساعة وتقوم بنقل الزائرين. في الأيام الماضية أغلب الزائرين كانوا يذهبون إلى محافظة بغداد لزيارة الإمامين الكاظمين وبعد ذلك إلى سامراء وبعدها إلى كربلاء. الآن الزائرين يتوجهون مباشرة إلى محافظة النجف الأشرف، وأيضا يسيرون من محافظة النجف الأشرف باتجاه كربلاء المقدسة بطريق يا حسين. الوقت يعني يضيق خلال الأيام القادمة، هنالك يعني قرب لموعد الزيارة وهذا لا يسمح لهم لزيارة باقي العتبات، بل يزورون كربلاء أولا وبعد ذلك يزورون باقي العتبات. على الصعيد الخدمي ايضا هنالك 400 موكب حسيني من محافظة واصل ذهبت الى داخل كربلاء المقدسة تقوم بتقديم الخدمات للزائرين هناك. ايضا على الصعيد الخدمي يعني خدمة الزوار. ايضا داخل المنفذ الحدودي هنالك موكبين مهمين، وهو موكب الاول العتبة الحسينية المقدسة يقوم بتقديم اكثر من 30,000 وجبة طعام، والموكب الاخر هو العتبة العباسية المقدسة يقوم بتقديم 12,000 وجبة طعام على مدى 24 ساعة مقسمة على 6 وجبات، يعني 6 أوقات لتقديم هذا الطعام. أيضا هنالك مواكب حسينية جاءت من غير محافظات، من محافظة بغداد ومن محافظة بابل، نصبت داخل منفذ رباط الحدودي تقوم بتقديم الخدمات يعني للزائرين على مدى 24 ساعة من الطعام وأيضا الشراب وأماكن الاستراحة. على الصعيد الخدمي الآخر كل دوائر المحافظة تحت خلية زيارة الأربعين مستنفرة وتعمل على مدى 24 ساعة، دوائر البلدية والماء والكهرباء كل هذه يعني تعمل من أجل يعني إيصال الماء إلى المواكب الحسينية وإيصال التيار الكهربائي وصيانة يعني بعض المحاولات في حال حصول يعني ضغط عليها من الجانب الكهربائي. أيضا يعني مديريات البلديات في كل الأقضية والنواحي، يعني قبل قليل يعني شاهدت يعني سيارات النفايات وأيضا سيارات المياه هي تابعة لأقضية أخرى قضاء العزيزية وقضاء الصويرة، مديريات البلديات جاءت هنا يعني من أجل توفير الخدمة داخل المنفذ الحدودي، حيث أن الزائرين داخل المنفذ هم يعني عدد كبير جدا، يعني أكثر من 3 ملايين زائر إيراني ضعف يعني سكان محافظة واصل، وبالتالي هذا العدد الكبير يحتاج إلى خدمة يعني كبيرة من أجل توفير الراحة وأيضا استمرار انسيابية دخول الزائرين. على الصعيد الأمني أيضا يعني قيادة شرطة واسط وأيضا قيادة يعني عمليات واسط للحشد الشعبي وأيضا قيادة يعني عمليات بغداد كل هذه اشتركت في تأمين طريق الزائرين. لاحظنا وجود دوريات نجدة تابعة لنجدة بغداد وأيضا الشرطة الاتحادية يعني كانت موجودة وشرطة الطاقة وحرس الحدود وأيضا 3 أفواج طوارئ من قيادة شرطة واسط بالإضافة إلى هيئة الحشد الشعبي أيضا منتشرة على طول طريق الزائرين، يعني مفارز اللواء 14 في الحشد الشعبي تقوم بتأمين طريق الزائرين على مدى 24 ساعة، وأيضا يعني تقوم بتسهيل يعني انسيابية يعني تنظيم حركة الباصات. بالنسبة لدائرة مرور واسط
عملت على يعني تقليل الحوادث المرورية من خلال أيضا نشر مفارزها على طول الطريق ومحاسبة السائقين الذين لا يرتدون حزام الأمان والذين يتجاوزون السرعة المحددة. فيما يخص السرعة المحددة للباصات التي هي أكثر من 20 راكب سرعتها لا تتجاوز 80 كيلومتر، وأيضا من هو أقل من 20 راكب تكون سرعتهم 100 كيلومتر لا أكثر. ايضا يعني في طريقنا الى المنفذ الحدودي شاهدنا يعني مطبات يعني على طول الطريق وقرب كل مطبه هنالك دوريه للمرور، هذه المطبات ايضا من شانها اجبار السائقين على تخفيض سرعه يعني الباصات حفاظا على ارواح الزائرين ولتلافي حدوث الحوادث المروريه لا سامح الله. المنفذ ما زال مستمرا باستقبال الزائرين، ايضا الخدمه على مدى 24 ساعه. بعض يعني سكان مدينه الكوت، المسافه ما بين الكوت وقضاء بدره 90 كيلومتر، البعض من اهالي مدينه الكوت يقومون بطبخ الطعام في منازلهم ووضعه في السيارات وياتون هنا في اوقات المساء داخل المنفذ يقدمون الخدمه للزائرين الوافدين يعني من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. على صعيد المنفذ الحدودي المنفذ يستقبل فقط الزائرين الايرانيين، اما الزائرين الاجانب من جنوب شرق اسيا وباكستان ويعني الدول الاخرى يعني تم تحويلهم الى منافذ اخرى وهي منافذ الشيب والشلامشه. ما زال المنفذ يعني يستقبل الزائرين، واترككم الان وهذه اللقطات المباشره يعني من شبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه من داخل منفذ زرباطيه الحدودي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. من منفذ الشلامشة في شرق البصرة، هذا المكان الطاهر المقدس الذي وطأت فيه أقدام الزائرين وطهرته بخطوات مقدسة، لأن الذي يهواه القلب مقدس وقريب إلى الله في جنان الخلد. أبناء العراق، أبناء الكرم والشهامة والغيرة، يقدمون كل ما يملكون من أجل ضيوف الإمام الحسين عليه السلام. من كل بقاع الأرض يأتون عبر هذا المنفذ. بالأمس سجل هذا المنفذ قرابة 100,000 زائر دخلوا إلى هذا المنفذ، وخروج 50,000 زائر في نفس الوقت. الوافدون إليك يا أبا عبد الله هم أحباؤك وكثر ويزدادون، الشيعة يتمددون. ثورة الإمام الحسين عليه السلام تزحف نحو الآفاق والأراضي. من هذا المنفذ تحية إجلال وإكرام من عموم مراسلي وشبكة المراسلين المنتشرة في كل منافذنا الحدودية في العراق، التابعين لهذه القناة المباركة قناة الأيام الفضائية، وهم يواكبون الزائرين لحظة بلحظة وساعة بساعة وكل المجريات وكل الأحداث خدمة لهذه الثورة وهذه المسيرة المقدسة. معي أحد خدام أهل البيت وخدام الزائرين وخدام ضيوف الإمام الحسين يتكلم عن عطائه، وهو أحد أصحاب المواكب الذين جاءوا هنا منذ الأول من صفر ويستمرون حتى آخر هذه المراسم. بارك الله بك، تقبل الله أعمالكم مأجورين. أعمالكم رحم الله أجيك، الله يستر. تكلمني عن ما تقدمونه من خدمات الزائرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زينب الكبرى المظلومة، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بالبداية نشكر قناتكم المفضلة على هذه التغطية الرائعة والتي تستحق التقدير والاحترام.
طبعا احنا كل بالنسبه للمواكب من يوم 1/0 لحد الان، نعم، احنا مستمرين، نعم، بالتقديم وتاركين كل اعمالنا واشغالنا وكل امورنا وغارقين ابوابنا في سبيل انه نقدم ولو الشيء القليل في مقابل تضحيات الامام الحسين عليه السلام. تضحيات الامام الحسين لا تقدر بثمن، اللي يضحى بنفسه واولاده وعائلته وكل ما يملك احنا قليل هذا بحقه اللي نقدمه للزائر اللي يتجه الى الامام الحسين عليه السلام. نعم. ماذا تهدف؟ ما هي الاهداف العظيمه التي تهدف اليها هذه الزياره؟ هي نظرتنا ان شاء الله نحاول نسعد الناس اللي تتجه الى الحسين عليه السلام. اهدافنا هي انه نصرة الامام الحسين عليه السلام، نصرة الثورة، اعلاء كلمة الحق، لان اليوم الهجمة اللي جاية نتعرض لها وتتعرض لها الشعوب الاسلامية والشيعة هي جاي حتى يحاولون يطمسون هوية الشيعة ويطمسون الهوية الاسلامية، وهذا دليل على حقدهم وحرق القرآن. هذا دليل سابر والاعتداء على الإسلام. ممكن نستفيد من هذه المسيرة، نعم، إلى الدعوة إلى حفظ القرآن واحترام، نعم، القرآن، نعم، واحترام الأديان والمعتقدات. نعم بالضبط. اليوم أيضا نصرة للقرآن، نعم، إذن، نعم، هذه المسيرة نصرة القرآن، نصرة كما هي القرآن والإسلام الحسين، نعم، عليه السلام، نعم، هو الإمام الحسين قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكن خرجت لإصلاح في ذي الجدي وأتمم الإسلام. يعني اليوم إذا ما إحنا نضحي وغيرنا نضحي في سبيل أنه نعلي كلمة، الاتجاه المقابل راح يطغي أكثر ويزود أكثر بطغيانه. أنت ما تعرف تتكلم فارسي، كيف ممكن تتفاهم وياهم؟ والله احنا ان شاء الله تشوف صعوبه، نعم، لو شوفك، نعم، سهوله، يعني ماكو فرق، ماكو فرق لغوي. لا احنا ما تحسكم مشكله موجوده الاشاره، وهو يفهمنا واحنا نفهمنا، هو احنا نفهم شو يريد هو، فجاي هو يريد ما يريد اكل، يريد ما بيت فوارق بالجنسيه. لا ما احنا ما احنا ما احنا ما خلي هالفارق، اذا خلينا هذا الفارق اذا ما نجحنا ولا تبعنا. لا بالضبط، احنا اذا خلينا هذا الفارق راح اتجاهنا يصير اناني، نعم، والانانيه احنا اصلا بعدين عنها. نعم احنا اتجاهنا اتجاه حسيني، اتجاه اسلامي، اخلاقنا حسينيه، طريقنا حسين، طريقنا يا حسين، من الشلامته الى الحسين عليه السلام. شوف احنا هذا اللي جاي نقدمه قليل، كل قليل في هذا الطريق. نعم. شكرا جزيلا لك محاول. ايضا ما تعبر لك هذه المسيره من اهداف الامام الحسين عليه السلام؟ يعني ايش نتكلم احنا هسه؟ هذا الشيء قليل، نعم، على هذا اللي ما قدم الامام الحسين عليه السلام. اللي قدم الامام الحسين شيء كبير، احنا جاي نقدم الشيء القليل خدام للامام الحسين سلام الله عليه. يعني هل من الممكن ان نقول انه هذه المسيره هي مسيره تصحيح الذات؟ طبعا صحيح، صحح ذاته، صحح ذاته، الانسان يعيد حسابه، يعيد حساباته، يحدث من نفسه، مثل ما يحدث موبايله، اي نعم، يحدث حاسبته، يحدث بيته، صحيح، يحدث ملابسه، يحدث اخلاقه، يحدث ذاته، يحدث، يرجع الى دينه، يشوف اهدافه. فعلا صحيح، فعلا. انت هسه شوف مطابقه لاهداف اهل البيت عليهم السلام، سلام الله عليهم. انت شوف هسه بهاي المسيره الحسينيه بهاي الايام المباركه، انه الزائر كلها متاخيه، كلها اخوه، لا فرق بين عربي، لا فرق بين فارسي، لا فرق بين اي انسان. ان شاء الله كل متوحدين، ان شاء الله كل تحت رايه الامام الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى من نصر الحسين بحق محمد وال محمد. ما زلنا واياكم مستمرين من الشلامشة من محافظة البصرة، وهذا البث المباشر الذي نلتقي فيه مع زوار الإمام الحسين وضيوف الإمام الحسين يتكلمون بمشاعرهم الجياشة تجاه هذه الزيارة المقدسة وتجاه أهل العراق وكرمهم وتجاه هذه الأرض التي شاءت الأقدار وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون
مرقدا للحسين ولأهل البيت عليهم السلام ولأئمة الهدى، وأيضا باب من أبواب الضيافة الذي فتحه الله لأهل العراق ليكونوا الأوائل في الكرم كما يرى العالم. لبيك يا حسين. تحية طيبة لكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أوافيكم الآن من داخل منفذ زرباط الحدودي، وكما تحدثنا يعني سابقا عن دور هيئة الحشد الشعبي في تأمين طريق الزائرين على مدى 24 ساعة، أيضا يعني الدور الخدمي الكبير لهيئة الحشد الشعبي، حيث أن هذه الهيئة قامت بنصب مستشفى في بوابة منفذ زرباط الحدودي، مستشفى خدمي كبير يقدم الخدمات الطبية للزائرين على مدى 24 ساعة، بالإضافة إلى مفرزتين أخرى، مفرزة في منطقة البتار والمفرزة الأخرى في منطقة النعمانية، وهذه المفارز تقوم بتقديم الخدمات الطبية من يعني التضميد والاستشارية، وفي حال حدوث حادث مروري لا سامح الله أيضا نقل يعني المتوفين إلى رحمة الله في حال حدوث يعني حادث مروري لا سامح الله. أيضا يعني الدور الهيئة مستمر، هنالك مواكب حسينية تقدم الخدمات للزائرين من الطعام والشراب وأماكن الاستراحة، أيضا هذه المواكب تابعة لهيئة الحشد الشعبي. والحديث أكثر عن دور هذه الهيئة ينضم إلي الحاج رياض الجوراني مدير هيئة الحشد الشعبي في محافظة واسط، ليحدثنا أكثر عن دور هذه الهيئة في هذه الزيارة وإنجاح هذه الزيارة المليونية. السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل خالص أعمالكم. أنتم حقيقة المحاربون الحقيقيون، جنود الإعلام المكلفون شرعا ومهنيا بنقل هذه الصورة عن زيارة أربعينية الحسين عليه السلام. نعم حاج، فيما يخص يعني الدور الكبير لهيئة الحشد الشعبي، سيما أن هذه الهيئة هي جزء من الجهد الحكومي في إنجاح زيارة الأربعين. اليوم الهيئة موجودة في محافظة واسط، حالها حال باقي كل المديريات من الناحية الخدمية ومن الناحية الأمنية. تحدث لنا حاج عن دور الهيئة من الناحية الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيب الطاهر. حقيقة هيئة الحج الشعبي في واسط حالها حال مثل كما أسلفت حضرتك، حالها حال الهيئة في بقية المحافظات كان لها دور كبير وطلعت بأدوار كبيرة سواء على المستوى الأمني أو الخدمي. أمنيا بما أنه الهيئة جزء لا يتجزأ من الدوائر الأمنية في المحافظة، ونرتبط بلجنة أمنية مركزية برئاسة رئيس اللجنة الأمنية العليا السيد محاض واسط، المهام المناطة بهيئة الحشد الشعبي للأخوة في مديريتي الأمن والاستخبارات وعمليات حشد واسط، المهام الأمنية المناطة بهم أديت بأكمل وجه، ونرى مجاهدي الحشد حقيقة منتشرون من منفذ زرباطية وصولا إلى أبعد نقطة لآخر حدود محاض واسط من محافظة بابل، وهذه الأدوار الأمنية حقيقة تتكرس باتجاه واحد، أنه نشعر هؤلاء الزائرين بالأمن والأمان، لنعكس الصورة الحقيقية عن العراق بعد ما أنه تفضل الله سبحانه وتعالى وببركة دماء الشهداء السعداء أن يكون العراق زاخرا بهذا الأمن والأمان ويكون قبلة لعشاق الحسين عليه السلام. فيما يخص يعني الجانب الخدمي الصحي، اليوم الهيئة يعني أعتقد قامت بنصب مستشفيات وأيضا مفارز طبية في عدة أماكن على طول طريق الزائرين، ما هو دور هذه المفارز؟ كيف تم نصبها؟ منذ متى نصبت؟ حقيقة من أول أيام شهر صفر عندنا مستشفى الشهيد محمد علوكي، وهو مستشفى كبير، مستشفى ميداني مجهز بجميع اللوازم لإسعاف المرضى اللي يتعرضون إلى حوادث. هذا المستشفى ملاصق حقيقة إلى منفذ زرباطية، وبالإضافة إلى مفارز أخرى في النعمانية في البتار. هذه المفارز تؤدي واجبات طبية متى ما استلزم أنه احتياج للزائر إلى هذه الخدمات الطبية، مجهزة بأحدث الأجهزة، علاجات من أفضل المناشئ العالمية لأجل تفضيل تقديم الخدمات الطبية لهؤلاء الزائرين. حقيقة هم يعني في حال أنه تعرض مثل ما أنه صار أمس وأول أمس للأسف حوادث السير وتعرض الزوار إلى إصابات أو حالات وفيات، يكون لهيئة الحشد الشعبي للطبابة الدور الأبرز في إسعاف هؤلاء المصابين بالتعاون مع صحة واسط، متابعة حالتهم ونقل الجثامين وتأمين أوراقهم الرسمية وصولا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. حقيقة الجانب الطبي جانب جدا مهم ويعكس الحالة الصحية لهيئة الحشد الشعبي،
وكيف انها استطاعت ان تواكب وتعكس نجاحاتها في جبهات القتال على ميادين الزيارات المليونيه، خصوصا زياره الأربعين للامام الحسين سلام الله عليه. فيما يخص الجانب الخدمي، يعني ونحن في الطريق من مدينه الكوت الى منفذ الرباط الحدودي، هذه 90 كيلومتر بالتحديد، لاحظنا وجود عده مواكب حسينيه، وهذه المواكب تابعه اكيد يعني عليها رايات الحشد الشعبي، بعضهم يعني عناصر في الحشد وبعضهم مواطنين وناصرين لهيئه الحشد. اليوم ما هو دور المواكب الحسينيه التابعه لهيئه الحشد؟ يعني حقيقه في قضيه لطيفه، انه عندنا عشرات المواكب اذا مو اكثر تتوسم وعلى قولتنا تكشخ برايات الحشد وصور الشهداء السعداء القاده وشهداء الحشد. حقيقه الامر انه هذه المواكب مو مواكب رسميه تابعه لهيئه الحشد، مواكب لجمهور الحشد، لمحبي الحشد، لحسينيي الحشد، حقيقه يسعون للحصول على رايات الحشد، يتسابقون للحصول على صور الشهداء القاده. ترى هذه المواكب منتشره على طول الطريق، ودور هيئه الحشد فقط هو التنسيق ومتابعه احتياجاتهم. اما انه كموكب حقيقه مو لهيئه الحشد، الموكب لجمهور الحشد، هذه عشرات المواكب كلها لجمهور الحشد. الحاج رياض الجوراني مدير هيئه الحشد في واس، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، دورنا هذا دورنا. نعم، تحيه طيبه لكم اعزائي مشاهدي قناه الايام، ما زلنا واياكم مستمرين بهذه التغطيه لهذه الزياره المليونيه، زياره نحو قبله الاحرار كربلاء المقدسه في منفذ الرباط الحدودي. الوضع مستمر، يعني كما تشاهدون خلفي انه يعني بحر من الزائرين سيرا على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسه. المنفذ يعني يعمل على مدى 24 ساعه، حركه الزائرين تزيد في اوقات المساء بنظرا لارتفاع درجات الحراره، يعني الحركه مستمره، ليس هنالك اي توقف كما تشاهدون خلفي، وليس هنالك اي زحامات او زخم على بوابات المنفذ. يعني المنفذ مستنفر بكافه طاقاته من العناصر الامنيين وايضا المدنيين الذين يعملون على ختم الجواز. جميع هؤلاء الزائرين الذين ترونهم خلفي جميعهم تم ختم جوازاتهم بختم الدخول. ايضا يعني بالنسبه للزائرين الاجانب تم تحويلهم على منفذ الشيب والشلامشه. هذا المنفذ فقط يستقبل الزائرين الايرانيين نظرا لاهميته، حيث انه يقع في نصف المسافه ما بين يعني الجمهوريه الاسلاميه وكربلاء المقدسه. فيما يخص الحركه التجاريه في المنفذ تم ايقافها منذ عده ايام لتسهيل عمليه دخول الزائرين. ايضا فقط يعني يتم يعني من ساحه التبادل التجاري اللي هي على يميني يتم دخول المواكب الحسينيه الايرانيه المصرح بدخولها، يعني لحد هذه اللحظه تم دخول اكثر من 1000 موكب ايراني من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه باتجاه يعني كربلاء المقدسه لتقديم الخدمات للزائرين الايرانيين وايضا الزائرين العراقيين. اترككم الان اعزائي مع شبكه يعني مراسلي قناه الايام الفضائيه وهذه التغطيه الكبيره لزياره اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين. نقوم بتغطيتنا لزياره اربعينيه الامام الحسين، وبالتالي يعني كوادر قناه الايام بجميع محافظاتنا اللي موجودين، احنا ايضا بنفس الوقت حاليا الان بمحافظه الحله وبالتحديد منطقه الاسكندريه بشارع يا حسين، من اجل تغطيه الحدث الاكبر والحدث الاعظم على مدار السنه. عظم الله اجرك. عظم الله لكم الاجر. عظم الله لكم الاجر، وان نعز صاحب العصر والزمان امامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف باستشهاد سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين وخي ابو فضل العباس. احنا خدام الحسين ونخدم زوار الحسين، واول ما ندعي يطول لنا عمركم وعمر خدام. الله عمركم ويطول. وعمر الزوار وعمر خدام الحسين، واحنا خدام نظل الاخر نفس بين احنا خدام الزوار الحسين. واحنا اول نريد من الله واهل البيت والحسين يحفظ لنا السيد القائد المجاهد البطل مقتدى الصدر، يطول لنا بعمره بحق الزهراء، ويحفظ العراق ويامن العراق ويدفع من عندنا هاي الغمه من هاي الامه، ويسلط علينا اللي يرحمنا لا يسلط علينا اللي يرحمنا بجاه الحسين، ويطول بعمركم وبعمرنا ويخلينا خدام الاخر نفس بينا نظل خدام الزوار الحسين ان شاء الله ببركتكم واحنا خدام وجودكم يعني. والله عامر هذا الشارع ان شاء الله، بس اريد اعرف انه اليوم عدد الزائرين بازدياد اكثر من اليوم امس ان شاء الله بزياده، وقادرين للزياده وقادرين للزياده، واحنا نظل خدام وزوار الاخر نفس بينا لابو الاحرار والاخي ابو فضل العباس، واحنا خدام. والله يحفظكم ويحفظنا بجاه الحسين، ولا يحرمنا من خدمة الحسين وزيارة الحسين. الله يحفظك. بالتالي احنا نقول انه ان شاء الله عامر الزياره. الله يحفظك. وجودكم موجودين هنا سنه عن سنه. يعزك والله. احنا هاي دائما هاي مستمره يعني الخدمه، مو هسه مو جديده، من زمان، من احنا صغار وابهاتنا احنا وعينا عاد. بديت تخدم؟
والله انا بالنسبه لي كنت مشايع كذا الصديق، بس بعدين قمت امشي لا يعني خدمه ايه بس خدمه بعد ما اقدر امشي قمت اخدم. انا صار لي 7 سنوات هاي صار 7 سنوات اي والله لان قطعت المشي ما اقدر بعد رجلي ما تعيني فقمت بعد تعبت بعد اي والله تعبت فاستثمرت انه وجودك بالخدمه اي والله انا لابو الاحرار. بس احنا سؤال يعني هسه انت هاي الحكومه معك للاسف احنا هسه عتبنا عليهم هسه كهرباء بطلنا ما نريد عمي لكن هاي خدمه الامام الحسين يا اخي يعني الخدمات احنا اليوم لابد انه نشيد ايضا ولو قاطعك انه نشيد بدور القائمين هنا على هذا الشارع من قوات الامنيه وبالتالي ايضا يعني العاملين هنا على مستوى النظافه وما شابه ذلك على متابعتهم وجهودهم لان يعني اليوم حقيقه جاي نشوف انه اكو تعاون والله جدا كبير من المؤسسات خالد جيد الخدمه موجوده والامنيه موجودين يعني مغطين احكي لك الصدق هاي وحده اثنين بالنسبه هذا مستمر الامور مستمر بس احنا عتبنا عليهم عتبنا على الحكومه الحكومه على الاقل شيء يا مله على الاقل شيء تقدمون للناس هاي انتم ترى انتم لو ما اهل البيت والحسين سلام الله عليه انتم ما تسوكم كل شيء ما تسوكم من جابكم انتم على الكراسي وخلاكم عني يعني خلينا بموضوع الزياره بعيدا عن السياسه احنا لا حكينا عن السياسه فما راح تنسى السياسه بعيدين عليها احنا والله نريد من عندهم يكون يوفرون هاي الخدام للزوار الكهرباء المي القوات الامنيه ما مقصرين البلديه ما مقصره الامانه ما مقصره كلهم ما مقصرين الشهاده لله انت ما مقصرين احنا نريد من الله ومنهم الحكومه اخوتنا واهلنا وناسنا يدعمون اهل المواكب وعينهم على اهل المواكب خاطر احنا نوفر الزوار اللي تحتاجه احنا والله هسه نريد ثلج ما عندنا ثلج ماكو المي ماكو كهرباء ضعيفه احنا هاي اللي نريده من عندهم محافظ كربلاء محافظ الحله محافظ كلين ضغط ولود على هو اكو ضغط واكو لود لان صلوات على محمد وال محمد نعمه زوار وخدام وبركه وخير من الله وان شاء الله احنا نريد من الحسين شهيد كربلاء لا يحرمنا ولا يبعدنا من خدمته ومن زيارته واحنا نظل خدام والله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الزوار ويرجعهم سالمين وغالمين لدوارهم بحق الزهراء بجاه الحسين اي والله اريد من ابو الاحرار ان شاء الله يمد بعمرنا بجاه عد الله خاطر احنا وجاننا وهنا نظل خدام الزوار الحسين وهنيال الخدم زوار الحسين هنيال الخدم زوار الحسين وانت موفقين والله يحفظكم والله يستركم يا حبيبي وجزاك الله خير ممنونين نعم مشاهدينا الكرام بالتالي ايضا تحيه لكل الكوادر الحكوميه اللي تعمل على مدار يعني 24 ساعه خصوصا انه اغلب المؤسسات الموجوده الحكوميه وفرت انه وسخرت كوادرها وسخرت عجلات النقل لخدمه زوار ابي عبد الله الحسين وبالتالي انه هذا الموضوع انه رغم كثافه الزائرين اللي تصل لملايين الزائرين لكن انه العراقيين سواء على الصعيد الحكومي وعلى صعيد المواطنين الخدام هنا مستعدين وما عندهم اي شيء يعني ينقصهم الا ما بعض الاشياء لربما قد حدثت بسبب الضغط الحاصل بخصوص انه الكهرباء والماء وما شابه ذلك، لكن ايضا اليوم لانه بالشارع هذا اللي موجودين بين الشارع يا حسين الزوار ما شاء الله يعني يوم امس لربما كان الحضور نوعا ما باعتبار انه المحافظات الاخرى ومحافظه بغداد خرجوا اليوم يعني وعلى مدار الايام المقبله سيشهد زخم كبير. شلونك حبيبي؟ السلام غادي يونس الله يحفظك الله يسلمك. اليوم شلون الشغل؟ والله الشغل ان شاء الله تمام وماكو اي تعب على مدار الساعه متوفرين احنا خدمه الزائرين والمواكب. ان شاء الله الله يوفقنا بخدمه الامام الحسين لحد ما نموت. ان شاء الله عمرك طويل واحنا اليوم امس شفناك اليوم شفناك هنا ان شاء الله نريدك على هذا العزم شكرا جزيلا مستمرين عيون الغاليين الله يحفظك نعم مشاهدي الكرام وبالتالي ايضا يعني اليوم العديد من الزائرين الحقيقه اللي خرجوا اليوم من الصباح الباكر وخصوصا انه اليوم الطقس نوعا ما اخف درجه حراره من يوم امس والزائرين يعني على مستوى انه المحافظات والدول الاخرى تواجدوا هنا وصوب قبلة الأحرار سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين تواصلنا وياكم بعد الفاصل هذه عودة مشاهدينا الكرام وتغطيتنا المباشرة شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية المنتشرين على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة منفذي شلامشة وزرباطية
وايضا على طريق نجف كربلاء عندنا مكانين، مكان هذه اللي يعني متواجد به بالقرب من العتبتين المقدستين الحسينيه والعباسيه، وهو مركز التبليغ الحوزوي للحوزه العلميه الشريفه. هذا المركز الذي ينطلق من عنده اكثر من 5000 مبلغ في عموم العراق ومن كلا المبلغين والمبلغات للجنسين، فضلا ان المرجعيه لهذا العام اعتمدت على شريحه الشباب الجامعي، اكثر من 2000 شاب من عموم جامعات العراق كان لديهم مؤتمر خاص قبل الزياره الاربعينيه بمحاضرات توعويه تثقيفيه حوزويه. كان سماحه حجه الاسلام والمسلمين السيد محمد علي بحر العلوم هو اللي ادار المؤتمر وقدم توجيهات ونصائح للشباب، لا سيما في هذا الظرف الحساس، وعلى الشاب ان يكون قدوه لغيره، وكيف نستثمر هذه المسيره لاصلاح انفسنا قبل اصلاح غيرنا، ننطلق من النفس ومن ثم الى الغير. وهكذا كانت توصيات حوزتنا، توصيات مرجعياتنا الدينيه الرشيده اعلى الله مقامهم، في التمسك بطريق الحسين، التمسك باهداف الحسين والتمسك باهداف الثوره الحسينيه. سلام عليكم. جواك الله يا سعد. والله ماجورين. شلونك يا جبيل؟ اهلا وسهلا. من البصره والله. وليدك يا هذا وليدي. تعال 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 تعال. هو همات مراسل، تعلمني. اي هاي سمعتك انت هم مراسل. تعال انت همات مراسل. من جاي؟ من البصره. يا بابا شوف سمعتك حسين انت. كم يوم ساكتين شوف الطريق؟ من النجف بديتوا؟ امس جينا. امس جيتوا للنجف؟ ايه. وطلعتوا من النجف جيتوا للبصره؟ ايه. شلون المشي؟ زين. زين، وين رايح؟ الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام. ليش رايح الحسين؟ ابو الحسين؟ ايه. حبي حبيبي بالتوفيق. اخذتوا العائله ما شاء الله، وياكل الحبيب ورايحين للحبيب. ان شاء الله طريق الحبيب هذا. ان شاء الله طريق البداء طريق الحسين. ان شاء الله. كم سنه صار لكم في الحسين؟ والله احنا من بعد السقوط من 2003 كل سنه نمشي، فصارت مراحل. اول مره بديناها من النجف، بعدين بدينا من الديوانيه، قبل سنتين مشينا من الشبايش، وكل سنه مشينا من البصره. السنه ظروف امتحانات مال الوزاري اخرتنا، فتقدمنا من النجف. حقيقه شفت الاهل والبنات لابسات اللباس الزينبي اللي نفتخر به، بالنقاب والحجاب، واحنا نحث خواتنا بناتنا امهاتنا عند المسير الى الحسين التمسك باخلاق زينب. ان شاء الله ان شاء الله. المفروض انه كل انسان انت ماشي بطريق طريق الامام، انه يكون عندك مبادئ الامام، منهج الامام، لان طريق الامام طريق هو طريق مبادئ، طريق الاستشهاد. الامام الحسين عليه السلام استشهد من اجل مبدا. يوم العاشر يقول لزينب: أخي لا تشقين علي جيبا ولا تخمشين علي خدا. بديش المصاب العقيلة زينب تروح للإمام السجاد تقول له شو تسوي؟ يعني حرق وقتل والحجاب زينب ما طاح، وتمسكت الحجاب هالآخر لحظة. نقول إن شاء الله هذا الطريق طريق التضحية، طريق العفة، طريق السداد. نريد من كل بناتنا، من كل خواتنا، من كل أمهاتنا، إنهم أنت تسير بهذا الطريق، تسير تتذكر عقيلة زينب، تتذكر حجاب العقيلة زينب، تتذكر عفة العقيلة زينب، تتذكر أخلاق العقيلة زينب بهذا الطريق، تتذكر إنه العقيلة زينب لمن ضحت. هذا كل هذا المصاب اللي مرت على عقيلة زينب، ما شافه واحد يوم من الأيام، إنه روانا واحد إنه زينب عليه السلام خيالها ما شافه. واحد شاف وجهها. أو واحد أسأل بارع عز وجل أن توصلون بالسلامة أنت والعائلة الكريمة، ولا تنسون قلدناكم دعاء وزيارة. موفقين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لازلنا الزور وتندعي لحبيب. مشاهدي الكرام مستمرين وياكم. سلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. من جاي؟ من سلطنة عمان. في أستاذ قبل انتظرك؟ من متى؟ من زمان. أنا من فارغ الصبر انتظر هذا اليوم. هذا اليوم إن شاء الله الله إذا ما أجي يعطيني اسمه أموت ولا ما أجي. هذا طريق الجنة، طريق الإمام الحسين سلام الله على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي. أهالي سلطنة عمان شلونهم على جمرة الحسين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، متحمسين وموجودين. عندنا مواكب بإذن الله نحاول بقدر ما نستطيع أن نكون ونوفي، لكن ما بنوفي مهما كنا ما بنوفي هذا الشيء، لكن قدر ما نستطيع. عشق الحسين يعني ما له نهاية،
واتمنى طول عمري اكون خادم وموجود لابا عبد الله الحسين، والله ياخذ روحي وامانتي اذا ما اكون موجود. كم سنه تمشي الحسين على 12 سنه لله لك الحمد على هذا الطريق، بهذا الطريق مستمر باذن الله. وحدك لو مجموعه معاي مجموعه، لكن انا ناذر سنيني انه لازم اكون موجود كل سنه مشاي وخادم لابا عبد الله الحسين. سبب انت اليوم اشوفك متحمس، شنو السبب؟ عشق، عشق رباني سبحان الله. يعني انا اتمنى يعني ما يستوي لي شيء اللي اكون في هذا اليوم وموجود هذا اليوم. اثناء المسير اثناء المسير انت وتمشي للحسين سلام الله ويخطر في بالك كانما تتصور الامام الحسين امامك سلام الله عليه وصاحب الزمان عجت على فرجه شيف يظل لهذه سلام المسيره الله عليه. ما هي مشاعرك؟ مشاعر لا توصف، مشاعر لا توصف، مشاعر عشق وحب ولاء وكل شيء يهون لأبا عبد الله الحسين. يعني عشق، يعني الحمد لله رب العالمين. أنا يعني ما محتاج إلا محتاج أكون موجود لأبا عبد الله الحسين طول حياتي. طلبين أطلب منك، تفضل عيوني تطلب. تسلم لي عيونك يا حبيب. أول طلب قلدناك الدعاء والزيارة أنا وجميع الكادر، وأنتم من أهل الدعاء والزيارة في كل خطوة في كل عمل في كل شيء أنتم معاي إن شاء الله. والطلب الثاني سلامي منا إلى سلطنة عمان. سلام سلام خاص إن شاء الله من عيوني لسلطنة عمان وشعب عمان. الله يسلمك، شكرا جزيلا، الله يحفظكم إن شاء الله. حجية نايم هنا هنا هنا، جيب الحجية. الحجي جايب الحجية وجاي ويا متعني، افتر 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 رجع رجع افتر 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 جايب الحجيه وجاي حجي. قواك الله قواك الله حجينا. ما تقدر تجي وحدك؟ لا ما اقدر بعدي، هاي طاحت مو مثل قبل. ونسال الله نكون يدومها على امه محمد وعلى الاسلام. متعودين كل سنه تجون وكل سنه ان شاء الله كل سنه تجون اي اجيبها. نعم نعم. وهسه نفس الشيء ان شاء الله، الله طول عمركم ويسر عليكم ويكفيكم كل شر وان شاء الله ربيكم حجي امام الحسين. يمه قواك الله قواك الله. الحجي ميعوفش وياه دائما. لا لا عزيز قلبه وانا عزيز عده وهو عزيز عدي. ما شاء الله ابن عمه خليه يصير. ما شاء الله والله ورايحين للعزيز ان شاء الله ورايحين بعد لابو عبد الله. هذا بعد ابو عبد الله. حجي سولفي لي انت وتمشين وحجي ان شاء الله ينطي العافيه ويعطيكم طول العمر. وتتذكرين زينب ومصاب زينب. اي والله اتذكرها ومصايبها وظلمها وطينها ورايح الناس تواسيها. سيدة زينب شو تقولي للحسين عليه السلام يوم توصلي لي؟ بعد هذا اطلب طلبات مني واريد وليداتي وابوي وحسن العاقبه ان شاء الله. ان شاء الله كل على التوفيق وكل عن شعب الله وعليكم وعلى كل امه محمد يا حبيبي. الله يطول عمرك ان شاء الله. والله محمد عليكم قلبناك الدعاء والزيارة حجي. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معكم. طه اذا خلص الوقت قل لي ثلاث دقائق. طه يقول زين عندنا مجال. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم ونقل مراسيم الزيارة الأربعينية من طريق العشق والهيام، طريق يا حسين، طريق الجنة، طريق الخلود، طريق العقيدة، طريق المبادئ. سلام عليكم انت يا حبيبي. قواك الله ورحمة الله. قوا حيلك. الله يحفظك بارك الله بيك. الحمد لله طريق الجنة الحمد لله. والله يراد لها شدة حزام ابو علي. اي والله يراد لها شدة حزام. اقول من هو حسين حياة الكون كله من هو حسين. ويبين هرب عينه من هو حسين عمي ما مات وتخلد من هو الحسين ذيك قبته الحرة الزين. يا حسين يا حسين قبل القاطع حلوان يغيرون ويرجع. يا حسين يا حسين زينب سلام الله عليها في هذه الأيام لما تشوف رؤوس إخوتها على رؤوس الرماح خاطبوها أمير المؤمنين تقول له وحدنا 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 يا ابويا الدهار وحدنا 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 وتعدم سورنا العالي وحدنا يا
وحدنا يا ابو الحسنين ظلينا يا ابو الحسنين ظلينا وحدنا وحدنا وأن مطرح فوق الوطية أوي أوي علي يا أبوي. أحسن الله لكم أجورين إن شاء الله. الله إن شاء الله توصلون بسلامة وخير وبركة وخلدناكم الدعاء والزيارة. الله يسلمكم كل التوفيق إن شاء الله. خلدناكم دعاء وزيارة مشاهدين كرام، إن شاء الله ما أخذنا من وقت أخوتنا المراسلين المتواجدين على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وهذه عودة إلى شبكة المراسلين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك خب در این لحظه ضمن تشکر و قدردانی از تلاوت دلنشین استاد ارجمند جناب آقای فردی در خدمت استاد محترم قاری ممتاز بین المللی جناب آقای سفری ارجمند خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد، ضمن اینکه عزیزان بزرگواری میکنند، عنایت میکنند و همکاری رو با عزیزان داخل مجموعه دارند، در خدمت این عزیز خواهیم بود به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شانئك والأبتر. صدق الله العلي العظيم. الله وبركاته. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. اليوم تغطيتنا الخاصة من كربلاء المقدسة، من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، بالتحديد بطريق لبيك يا حسين. اليوم مثل ما تلاحظون تشاهدون زائرين الإمام الحسين دخلوا بأفواج عميقة وكبيرة. هذه الحشود المليونية أتت من جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق، متجهين إلى المرقد الشريف، متجهين إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. وأكيد اليوم أن نشوف أنه خدمة الإمام الحسين والمواكب الحسينية ما قصروا، كل الدعم اللوجستي والدعم المعنوي وكل الدعم قدموه إلى زائرين الإمام الحسين. والآن معنا أحد خدام الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. عظم الله أجركم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. موكب نور الحسين تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. تشرفنا السنة بزيارة بخدمة الزوار، زوار أبو عبد الله الحسين. نحن في موكب نور الحسين محافظة كركوك عشيرة الحمزلي، قمنا قبل 10 أيام بسبقنا أخواننا بالمواكب بالخدمة، يعني بداية موفقة وما شاء الله، يعني الازدحام من أول يوم. الموكب وعدت الفواكه والشرابة الطبيعية على مدار 24 ساعة. الحمد لله وفقنا الله بهذه الخدمة. حجينا حدثنا عن متى تأسس هذا الموكب. الموكب تأسس قبل 6 أشهر.
موكب شاب 6 أشهر يعني 6 أشهر كل هذا يعني الارض كان عمل الارض كان بستان مزروع نخيل يعني احنا انا من اقول لك شهر يعني شهر بس قنعنا النخيل 6 أشهر يطلع من عنده شهر 5 أشهر من بناء من تجهيز من تجهيز الكادر. ايش لحقتوا حجي يعني بهاي الخمس اشهر؟ المعجزه موجوده اي وقت وخاصه طريق الامام الحسين. فالحمد لله تلمسنا معجزه الامام الحسين بخدمتنا. المساحه الكليه للموكب 5000 متر مربع وان شاء الله يعني صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآله. ومقبلين على توسعه ضخمه باذن الله يعني توسعه مساحه 22 دونم يعني شبه مدينة للزائرين شبه يعني عندنا مشاريع مستقبلية من مبيت بنايات طابقين تضم يعني مساجد حسين هذا كله قليل بحق الحسين مهما قدمنا للإمام الحسين قليلة بالإمام الحسين يعني صراحة احنا ما اقدر اوصف لك شعوري شنو انا اريد اوصل لهذه المرحله شنو شعورك وانت اليوم دا تخدم الامام الحسين وانت بمدينه الحسين اليوم قطعت هذه المسافه من كركوك الى كربلاء شنو ما اقدر اوصف شعوري حجينا الغالي انا بدي يعني الزوار اللي يمرون من مقابل الموكب اخدمهم كلهم ما اخلي زائر يعني يعبرني من مبيت من ماكل من صحيات من اي مساعده للزائر لان مهما قدمنا للزائر نحن مقصرون. اكيد. وهنياله اللي قدم خدمه للزائر. لولا الزائر لما صار المواكب. يعني احنا اكو فد فقره انه ملاحظيها انه كل زياره 40 انها على بعد ما تشرف انه انتهاء زياره ال 40 المواكب كلها انه بعد انه خلاص يلمون الرحيل ويتوجهون الى النجف الاشرف، تظل انه زائرين انه كربلاء بعد انه بحاجه الى الدعم اللوجستي، زين اكو فكره انه مقدميه انه بهذه السنه انه حتى نتخلص من هذا العام. تطرقت الى نقطه مهمه جدا جنابك. النقطه المهمه بعد الزياره انت قدمت ما يعني ما تملك. فتحمل يعني تحمل عده ايام من 3 أيام الى 4 أيام الزائر يعني اكو الزوار تاخروا من خارج البلد يعني على ما وصل وبدا بالمشي تاخر بعد الزياره يومين الى 3 أيام ف يعني رجائي من المواكب وانا اول المواكب راح ابقى 3 أيام بعد الزياره رجاء الى المواكب كله في ميزان حسنات ان شاء الله ما نقصر يا اهلا وسهلا شرفتونا حج سلمك بارك الله فيك كل هذا في ميزان حسناتكم احنا نتمنى السنه القادمه بعد نشوف هذا الموكب الى عن عباره مدينه زائرين ثانيه ان شاء الله نفس الوقت نفس المكان موعدنا على السنه الثانيه إن شاء الله. نحكي على المساحه مو 5000 متر 5000 متر فقيره مقابل خدمه الامام حسين ان شاء الله القادم احسن والمفاجاه بالطريق ان شاء الله السنه القادمه احنا دائما انه قناه الايام سباقه في نقل هذه الاحداث نقل انه تطورات المواكب مع خدمه الامام الحسين احسنتم عاشت ايدكم بارك الله بكم احنا تشرفنا بكم اول قناه تلفزيوني اجرت اللقاء معنا فالكم البصمه لكم البصمه القويه خدمتكم احنا كليتنا خدام للامام الحسين قبل ما انه نكون وبالاضافه الى انه هذا الشيء انه هو نقل رساله اليوم انه نقل الرساله الاعلاميه الصحيحه هو هذا بحد ذاته احياء للذكرى الحسينيه واحياء للرساله الحسينيه احسنتم نسيتوا ان اذكر نقطه مهمه جدا يعني موكب نور الحسين كركوك حمزلي ضمت يعني اخواننا المسيحيين اخوان الاكراد السنه يعني عده اطياف من اهل كركوك اجتمعوا بالخدمه هنا وبالبناء ايضا يعني اشتركوا ويانا بالبناء والخدمه الى ان تخلص الزياره هم باقين ويانا ان شاء الله ربي يوفقك الله يسلمك رحمه الله اليوم نرجع انتقال انه للشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الله يسلمك تفضل لي هنا شلونك عظم الله اكرمك عظم الله اجرنا واجركم اولا نواسي امام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام باربعينية امام الحسين نحن هنا الحمد لله مستمرون في خدمة زوار امام الحسين ليلا مع نهار بدون تعب بدون ارهاق
عملنا مستمر، وإن شاء الله مثل ما قال صاحب الموكب الحاج محمد بعد زيارة الأربعين مستمرون بعدها بثلاثة أيام ويجوز أكثر إذا شفنا الزوار موجودين، إحنا حاضرين بخدمتهم ليل مع نهار. شلون شفت إن الخدمة الحسينية بكربلاء؟ خدمة إيش قد ما نقدم لإمام الحسين يعتبر قليل. قليل بحق قليل. إمام الحسين الحمد لله المواكب ما مقصرة، الحمد لله العمل مستمر للزوار. هذه السنة الزوار أكثر بكثير حسب توقعاتنا طبعا، لأننا انفتح طريق البري من الشمال للعراق لتركمانستان وأذربيجان وتركيا وأيضا شمال إيران، مستمرين مجيئهم يعني حسب اتصالاتنا البارحة مع أهالينا في كركوك يوميا تقريبا 100-150 ألف زائر. احنا نشوف يعني نعم. حتى أنه مراسلين قناة الأيام الفضائية نشوف أنه يعني طريق زرباطية، طريق أنه شلامتش، نشوف بعد أنه الزوار آلاف مؤلفة أنه في هذا الطريق. نعم هذا الطريق، الطريق القديم حاليا جاي يدخلون من معبر إبراهيم الخليل من زاخو، يعني هذا الطريق العام انفتح نسبة قليلة، عدد الزوار يمكن كان ما يتجاوز 200 ألف زائر، اليوم وصل تقريبا أكثر من 900 ألف زائر من تركمانستان وتركيا وأذربيجان. فالحمد لله وشكر الله، نطالب المواكب استمرار يقدمون أكثر ما عندهم لتلبية احتياجات الزوار وأيضا لنجاح هذه الزيارة الأربعينية اللي يعتبر شوكة في عيون أعدادنا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم كله في ميزان حسناتكم. نشكر قناتكم الموقره المستمره بدعم المواكب وايضا بتصوير الحالات، نطالب من محافظ كربلاء ايضا عن طريق قناتكم الموقره تسهيل امر الزوار، ايضا تسهيل امر جماعه البلديه طبعا مقصرين ويانا هذه الايام، جماعه الماء مقصرين. نشوف يعني انه ممكن هو سبب الضغط واللود اللي انه توفر على مدينه كربلاء، ممكن انه احنا نقول يصير بعض التقصير، يعني حتى احنا نشوف انه شكرنا وتقديرنا الى بلديات المحافظات الاخرى، بلديه الانبار، بلديه انه ايران انه دخلت، يعني هواي انه نزلت مديريات، بس كليه انه ممكن هذه الزياره المليونيه يعني هسه تصف انه 20 الى 25 مليون، هذا انه مو عدد بسيط او عدد انه يعني حتى تقدر انه ممكن تنحي. طبعا طبعا احنا ليش نقول نطالب من محافظ كربلاء المساهمه بدخول اكثر عدد من جماعه البلديه وايضا الماء مقصر، لان الزوار تشوف جو حار، محتاجين حمامات ومحتاجين سبح، محتاجين شرب، فنوفر يجب عليه توفير هذه المطالبات، ايضا المفارز الطبيه يعني كما لاحظنا من وايضا حديث الزوار قليله هذه السنه. ان شاء الله انه توصل انه رسالتكم ويوصل صوتكم الى الجهات المعنيه. شكرا جزيلا لكم. تفضل حجينا. حجي احمد شلونك حجينا؟ حياكم الله. الله لكم الاجر. الله اجرك وثوابك، الله يسلمك. صحتكم. الله يحفظكم. سولف لي حجينا عن الخدمه الحسينيه، عن المواكب، عن موكب نور الحسين، ايش تقدمون؟ ايش تخلون للزائرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونجدد العهد والبيعة في كل عام وكل وقت للإمام الحسين بأننا باقون ماضون سائرون كما سار آباؤنا وأجدادنا وشهداؤنا على طريق الحسين وعلى نهج الإمام الحسين عليه السلام. دائما أنه نحس الشيبة هذه انه وقار وفخر ان نشوف انه اليوم ابنائنا الزائرين نشوف انه هذه الشيبة المباركة تخدم زائرين الامام الحسين، هاي بحد ذاتها احنا نعتبرها انه مو شيء بسيط، فهذا اكيد انه كليته في ميزان حسنات. اليوم شنو احساسكم عندما تخدمون زائرين الامام الحسين، عندما تقدمون هذه الخدمة المباركة؟ والله استاذ احنا على ترعة من ترع الجنة، ترعى نهر جاري بالمشاية، أخذ منا ما تشاء، أخذ منا ما تشاء. إحنا كل سنة نطمح بأنه نطور، هذه السنة الأولى بفضل الله وفضل الإمام الحسين رفعنا وأعطانا هذا الموكب، والفضل للحجي الله يحفظه خلالنا هذا وطن سوالنا هنا، كأنه فتح لنا باب الجنة وقال تفضلوا ادخلوا إلى الجنة. أنتم من فئة التركمان يمكن سمعت؟ نعم إحنا من تركمان الشيعة ومن اهالي كركوك. شنو اللي يجمعكم هنا؟ حب الحسين.
طريق واحد، مبدأ واحد، طريق واحد. أنا تعمدت أقول لك شنو اللي يجمعكم. هذا أريد أن كل العالم الإسلامي أنه تسمع أنه اللي جامعكم، اللي جامع أن التركمان والأزيدية والمسيح والصابئة والسنة. وشفنا إحنا في تغطياتنا أنه يعني قبل يوم أمس أنه كانت أنه مع أخواننا المسيح والسنة والأزيدية، وشوف أنه يعني من الشوف يعني هذه الديانات والقوميات كلها داخلة بهذه اليوم المبارك، ألا وهو يوم ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين. هذا مو شيء بسيط، إحنا نقول إنه هذا كليته جامعهم حب الإمام الحسين. نعم نعم، كركوك هي أصلاً مدينة تآخي. كركوك عراق مصغر فيها كل الطوائف وكل الأديان وحتى كل المذاهب الفكرية والفلسفية والدينية، كلها جمعها حب الحسين في موكب نور الحسين. إيش تقدمون بالموكب حجي؟ إحنا دنقدم قد الاعداد يعني انا اشوف انه يعني الموكب يعني احنا نريد ان نبين للساده المشاهدين الموكب شغال على انه 24 ساعه كاداره موكب. اذا اتكلم لك بالامور الماديه فاحنا نقدم طعام وشربات، الطعام موجود قص ودجاج وتمن ومرق وبرنامج، بس انت سالني الجانب الروحي، ان احنا نقدم ارواحنا، احنا نقدم حبنا لزائر الحسين، احنا نتقدس بترابرج لزائر الحسين، احنا دا نحس نفسنا خدم لهذه الملوك هذه الجايه. اذا تسالني شو تقدم مع الطعام، اقول لك اقدم الحب، اقدم التقدير، اقدم الاحترام. الطعام موجود في كل مكان، ولكن النفس هي شنو؟ نعم الحمد لله والشكر. هذا كليته احنا نقول انه رساله شرف، رساله محبه وتاخي الى كل دول العالم ان شاء الله. يشوفون انه مدى حب الحسين، مدى انه الى مدى انه تصل رساله الامام الحسين عليه السلام. هذا عرق الشهداء، هذا دماء الشهداء، هذا الطريق. لو ما شهدائنا ما كان اكو هذا الطريق. احنا راح نظل انه مستمرين وياكم، حياكم الله، شرفتونا بهذه الخدمه، ومستمرين بتاديه رسالتنا انه الاعلاميه الى مدى لن يصل الى احد. حياكم الله، واحنا ممنونين من عندكم، من قناتكم ومن جنابك بشكل شخصي، ممنونين من القيادات الامنيه، ممنونين من قيادات الصحة، دوائر الصحة والبلدية، متعاونين معنا في كل شيء. نشكركم على حسن الضيافة. حياكم استقبال. نحن خدم، أنتم ملوك ونحن خدم. الله يبارك. إذا أحبت مشاهدي قناة الأيام الفضائية، مثل ما لاحظت وشاهدت زائرين الإمام الحسين وخدمة الإمام الحسين، مستمرين بهذه الخدمة الحسينية، الخدمة المليونية التي قدموها إلى زائرين الإمام الحسين عليه السلام. ابقوا ويانا وناخذ فاصل وراجع. ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، من هذه الأجواء المباركة والإيمانية من طريق لبيك يا حسين، الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. اليوم نقدر نقول أنه بدأت وقت الذروة الحقيقية في هذا المكان، وفي يعني عشرات مئات آلاف من الزائرين دخلوا اليوم من هذا الطريق، بالتحديد احنا في عمود 285 بالقرب من موكب الإمام الرضا. الحقيقة رغم الأعداد الكبيرة والأعداد الهائلة جدا اللي وصفها أصحاب المواكب، إن اليوم مبكرة بعض الشيء، كذروة كبيرة جدا إنه بدأت اليوم يعني من يوم 13 صفر، فهذا حقيقة شيء كبير جدا. كانوا متوقعين يبدأ الذروة الحقيقية من يوم 15 صفر، ولكن الاستعدادات كبيرة وقائمة بشكل ممتاز ومميز جدا من قبل أصحاب المواكب، وأيضا من قبل الجهات الحكومية من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة الحشد الشعبي، الجهات الخدمية الأخرى كالكهرباء والمياه وغيرها من هذه الأمور. أي نقص، أي أمور نقدر نقول عليها أنه ما متوفرة، حقيقة العام شاهدنا هناك بعض النقوصات خاصة بموضوعة الثلج والمياه، ولكن تقريبا هذه السنة في هذا الطريق بالتحديد، الطريق الاستراتيجي والمهم جدا بالزيارة الأربعينية، حلت أغلبها حقيقة، إذا نقدر نقول بجهود ذاتية من أصحاب المواقف، أو هنالك أيضا تبرعات من قبل كثير من الناس، وأيضا تدخل للعتبتين المقدسة، العتبة العباسية وأيضا العتبة الحسينية، اللي حقيقة وفرت الكثير من الأمور. أمس أعلنت العتبة العباسية عن بداية تصنيع الثلج البلوري بكميات كبيرة جدا، كما أعلنت اليوم العتبة العباسية عن توفير تقريبا 940 ألف لتر من المياه توزع مجانا إلى كل المواكب المنتشرة خاصة في ضواحي كربلاء ومدينة
كربلاء. طبعا احبت المشاهدين اذا نقدر نحصل على بعض اللقاءات ونتكلم، بالرغم انه اغلب الزائرين بهذا الطريق هم من خارج العراق، نقدر نتفاهم وياهم. السلام عليكم حاج، شلونك؟ ان شاء الله بخير، الله يخليك. اي واحد خليه يجي يحكي، تعال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من وين؟ من الموصل. تعال من الموصل. وانا دا اقول هسه قبل شوي اقول خارج العراق طلعت اول واحد من الموصل، شلونك؟ ما والله ما. من وين؟ من وين انت؟ من الموصل. وين من الموصل؟ برطله. يعني جيت من الموصل؟ ايه. شلون جيت من الموصل؟ والله بالسياره، جينا النقليات بالسياره. وين وصلت؟ هنا انا وبديت امشي. ايه. شلون متعبه الاجواء؟ زينه والله. زينه. انت جاي من الموصل ليش؟ حبا بمنو؟ والله حب الحسين. يجي تحب الحسين؟ فما كان ظليت بالموصل والجو حلو؟ لا والله لازم نجي. يعني تضحي بنفسك وبراحتك من اجل الحسين؟ اي والله. قد عمرك؟ 16. عندكم مواكب هناك لو ماكو؟ عندنا. وين بالضبط؟ تعال انت عندك معلومات، شلونك؟ بعد روحي. شلونك؟ الحمد لله بخير. امورك ان شاء الله تكون بخير. رحم الله والديك. الله يبارك. سولف لي على الخدمة الحسينية في الموصل. احنا عندنا مقام امام الرضا عليه السلام مسافة 6 كيلوات متر، نبديها بالمواكب الحسينية لمقام امام زين العابدين عليه السلام. يعني موجودة المواكب؟ موجودة وحالة حال الاربعينية امام الحسين، المشال بالزحام. المناطق اللي قاعد تتكلم عليها بال 2014 دخلت لها داعش؟ كلها تهجرت وتفجرت، والحمد لله واشكر رجعناها بفضل محمد وآل محمد احسن من القبل. اي والله يعني بني كعب، دريس بني كعب. اها. اي نعم. من وين؟ من الاهواز. هنا منطقه على قد محشور الكوره. اسمها محشور الكوره. الكوره الكوره الكوره. زين، شلون وصلتوا الى هذه المنطقه؟ انا من شلمشه، من شلمشه للنجف، من النجف انا مشي لهنا. من النجف مشي. نعم نعم. هاي اول سنه؟ لا الحمد لله والشكر، ما اول سنه. نعم. هاي سادته. ستنا وبرجع نجي. اذا كل ما توصل تتقرب الى الكربلاء، شنو شعورك؟ والله حبنا. نحب الحسين، وكل ما نوصل للحسين اكثر نحب الحسين. اكثر نحب الحسين. عندكم هاي الحب للامام؟ نعم 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 نعم، وما عندنا غير الحسين. نعم. رايك اليوم بما انك وافد من خارج العراق، واهلا وسهلا بك ضيف عزيز، رايك بالخدمه التي قدمت من المواكب، من العتبات، من الجهات المختصه، شنو رايك بهاي الخدمه؟ والله اول نشكر من عندهم ومثل فضلهم ما نحصل بعد بخدمتكم. اي بعمان نشوف شيء، شنو كل شيء ما شفنا ناقصين. يعني احسن فضل جاي يسوونا هم العراقيين. الله يخليك. ويا من جاي؟ والله يا ابن عمي. يا ابن عمي. شلونك انت؟ خادم. صحتك شلون؟ الحمد لله. اسمك؟ مرتضى دحلاوي. ايران اكيد يعني. ابن عمي يصير. تولد عم. شق المنشار. اي والله. شلون الزيارة؟ زيارة والله كلش تمام، وانا اول سنة داعجين هاي. اول سنة. والله بالله يعني اخوانا العراقية ما قصروا ويانا. انت متندم للمجاي قبل؟ اي والله. هواية هواية. شفت اول سنة؟ باشتياق كانت عندي اشتياقة الذي بس اوصل هناي الكربلاء لحسين. تكررها ان شاء الله؟ اي والله. بعد ما افتكر اعوف انا هالبوكان بعد. انا قليتي لاهلي من يوم طلعت من البيت، قلت ما افتكر ارجع للبيت بعد. لا ان شاء الله ترجع سالم غانم. ان شاء الله نرجع سالمين اول الله. وايد اشتياق عندي لاهل البيت. يعني بعد يومين اول مره تشوف ضريح الامام الحسين وابو فضل العباس بحياتك. اي والله. شو شعورك من راح تدخل تشوف؟ شنو شو تحس؟ يعني امورك شنو الشيء بداخلك تريد تقوله للامام الحسين؟ ان شاء الله يساعدنا ويساعد اهلنا ويساعد شعبنا العراقي. هاي هي والله الجواد قلبي، هاي الشيء يعني يساعد كل عبد المسلم ان شاء الله. اها ان شاء الله. شكرا لك. خادم عيلي. وشكر ان شاء الله من العراقيه، اخواننا العراقيه شكر من عندهم. خدمتك هاي بركات الامام الحسين حبيبي. ما قصروا ويانا والله بالله. ما شلونك حاج؟ السلام عليكم. صحتك شلون؟ الحمد لله متشکر، خدا ان شاء الله اجرشون بده. الحمد لله به فضل پروردگار متعال به کوری چشم معاندین، مخالفین و استکبار جهانی، امسال بهتر از سالهای قبل حضور مردم باشکوهتر، خانما آقایون الحمد لله امکانات در حد وفور فراوان، امنیت کاملا امن برقراره،
به فضل پروردگار امکاناتم تا دلتون بخواد الحمدلله به شادی روح حاج قاسم و شهدای مقاومت ابو مهدی مهندس و سایر شهدای مقاومت الحمدلله زیارت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام ان شاء الله نصیب تمام مسلمانان آزادن شهدا ان شاء الله ان شاء الله. اینم دخترم برای زیارت السلام علیکم فاطمه خانم عده نشید امام الحسین اومدیم به تمام امام ها رو زیارت کنیم و به مردم دعا کنیم اونایی که مریضا شفا پیدا کنن امام زمان ظهور کنه و حاج قاسم روحش شاد باشه. شکرا جزیلا ممنون. پیامبر مکرم اسلام فرمودن ان للحسین علیه السلام حرارتم فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا انشاءالله انشاءالله. این حضور ده ها میلیونی مصداق فرمایش پیامبر مکرم اسلام صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير الحمد لله. زهراء مريم التقيت بيك بالبارحة؟ لا لا غير السعد صحتك شلون؟ الحمد لله. مريم قد عمرك؟ انا زهراء مو مريم، عمري 11 سنة. ليش ما قعدت بالبيت ارتاحت؟ جابك للزيارة لانه جينا من السماوات لهنانة نخدم الامام الحسين. تخدمين انت يعني تخدمين الامام الحسين عندكم مواكب؟ اي حافظ شيء للامام الحسين. اي احنا اياها سفرة إلى الله حسينا دمنا حسينا مجينا دربك مجينا إلى الله إلى الله. والقارات السبعة ضجت والكربلاء حسين حجت إلى الله إلى الله. ايديكم ابطال يا رب توصلون الى كربلاء وادعونا ادعونا مأجورين مأجورين. حب الحسين لا يعرف الاعمار صغير كبير كل الاعمار وما يعرف الاجناس وما يعرف اللغه ولا يعرف الجنسيه. لغه واحده هي لغه الايمان لغه حب الامام الحسين عليه السلام. هذا الجموع اليوم المتوجه بهذه القوه وبهذه الغزار وبهذا العدد صوب جهه واحده قبلة الأحرار قبلة الثائرين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا فضل العباس. وهذا اليوم الشيء الكبير جدا اليوم اللي لازم الجميع يستثمره إن كان يعني اليوم الأمة الإسلامية أن تستثمر هذا الأمر شيء إيجابيا الحمد لله والشكر. كيفك حاج؟ السلام عليكم حاج شلونك؟ قربوني شما ممنون. فارسي فارسي فارسي. هذا علم ايران ايران مشهد علم ايران. اليوم كل زار يفتخر ببلده يخلي ممكن شفنا العلم العراقي الايران البحرين الكويتي. وين ايران؟ طهران مشهد قوم. انت وين عايش سكن؟ تعبير بتعبيرش كني قربوني شكل ماهر مشهد مشهد مشهد. زياره زين خدمات اكبر عالی عالی هر چی که بخواین هست همه چی غذا خوردنی استراحتگاه هر چی که بخواین. قربون امام حسین قربون حضرت علی قربان تمام عراقیایی که لطف کردن این مسئله را زیاد زیاد ممنونشونیم ممنونشونیم قربون شما. اینم الجمهوريه الاسلاميه ايران بكل الجنسيات بكل الدول ان كان ايراني سوري لبناني خليجي من اي دوله خليجيه ايراني اهلا وسهلا بكم. هذه ارض الامام الحسين نتشرف اليوم كعراقيين باستقبال هذه الجموع المؤمنه من مختلف وشتى قارات دول العالم. قبل قليل ايضا مجموعه من جمهوريه الهند ايضا وصلت الى هذه المنطقه اللي بارجع واقول هذه منطقة استراتيجية جدا وشارع استراتيجي جدا ومهم بالقرى انه يعني اليوم يفصل بين محافظتين مقدستين مهمتين نجف الاشرف وكربلاء المقدسة. معلومة اخرى ايضا بهذا الموكب لا توجد فقط مواكب عراقية
هناك مواكب من دول أخرى. يعني أبسط مثال موكب الإمام الرضا، أغلب الخدمة التي تقدم به هي من الأخوة الإيرانيين. على بعد تقريباً كيلو ونص أكو موكب خاص للأخوة من البحرين، أكو موكب خاص للأخوة من الكويت. في هذا الطريق خاصة أرجع وأقول، لأن حقيقة طريق أنا سميته طريق الأمم المتحدة، كثير من الدول مو فقط اليوم دولة أو دولتين أو يعني ثلاث دول، لا عدد كبير جداً. طبعاً عندنا لقاء، نعم نعم، ممكن نائب رئيس مجلس النواب اذا نقدر نسوي يا لقاء وصل، ممكن اعتذر بسبب حقيقه صعوبه الوصول الى هذه المنطقه والاكتظاظ الكبير جدا. احبه المشاهدين، احنا مستمرين اكيد، وان شاء الله اذا عملنا لقاءات اخرى وراح اطلعكم على اجواء الزياره الاربعينيه. ابقوا يعني الاشرف وحيث منطقه طريق يا حسين المتصل بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسه، وتحديدا المنطقة التي أقف بها عمود 300 بالقرب من مفرق احنا نسميه الكفل، منطقة الكفل، وهذه تبعد عن كربلاء المقدسة قرابة 65 كيلو متر إلى 60 كيلو متر من هذه النقطة إلى كربلاء المقدسة. وتجولت معكم شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية يعني يوميا من ساعات من ساعة السادسة مساء أو الخامسة مساء عصرا، ولغاية هذه الساعات اختلفت وياكم الصورة وتنقلت على مفترقات الطرق منفذ زرباطية فضلا عن منفذ الشلامشة كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. وهذه الصورة الوافية لزائري أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. جواك الله عزيزي من الأهواز حبيبي من محيي، قواكم الله الله يسعدك. خدمة أبا عبد الله حسين، خدمتكم من النجف، جينا من الكذاب أول مرة من يمن، من شلمشة جينا على البصرة، من البصرة جينا على النجف. شلون شاهدتوا من فشلمشة تعاون قوات الأمن؟ عجيب 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 عجيب. اي والله والدخول سلس ان شاء الله. اي رحمه رحمه من الله. الحمد لله. كل سنه رحمه. هالسنه افضل. السنه بعد احسن. اي يعني خدمه رحمه رحمه من الله. عزيزي. سهلة مغامات كلها. وبعدها توجهتوا؟ كلها مشغلة. أنا أولاد عمامي كلها وياي. كلها أولاد ما شاء الله، كم واحد توفى؟ ثمانية. كل سنة تمشون أول سنة؟ أنا أول سنة بس الشباب هاي كم سنة قاعد يمشون. أول سنة. والحوش أما هنا هي تمشي مالك خلاص. ما شاء الله. والله. تمشي عمك اول سنه مش عارف كربلاء، يعني غير شيء الله شاهد، وحق الحسين راح تروح للحبيب. اي والله شلون تكون الحبيب؟ دخيل الحسين، احنا كنا خدام الحسين. روح وري الحسين. اي والله. حق الحسين انتوا فينا فخر، انتوا زائري الحسين واحنا بخدمه زوار الحسين ان شاء الله. عيني انتم على الراس على الراس. يوفقكم ان شاء الله. عيني ممنونك عمو. وانت همات ولد عمهم؟ لو انا ابن عمهم. اي نعم ابن عمهم. اي نعم. اول سنه ثاني سنه؟ لا هاي سبع سنين قاعد اجي. سبع سنين. اي والله. همه ان شاء الله. لبو علي لو كنا اخذنا ابو السجاد راحتنا على وصل وقت ال 40 ما نقدر، كل شيء العيد نعوفه ونجي. كل التوفيق ان شاء الله. بس عدني في من خدام الحسين عليه السلام أبناء النجف الأصلاء خدمة المواكب الحسينية، وحقيقة نتنومس شرف إنه مو تاج الرأس هو خدمة الحسين. ما شاء الله عاجل استوك مو كباب ما شاء الله. هم يقولون كباب قليل، لا كباب كثير، كل يوم عجل كامل الحمد لله والشكر. هذا من فضل خير أبا عبد الله. هاي أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي العالم الإسلامي بمناسبة الأربعينية الإمام الحسين. موكبكم إيش وقت بديتوا فتحتوا الموكب؟ يعني هو برعم صغير صار له سنتين. اشتق من هذا الموكب، موكب هذا موكبنا القديم اللي هو من الستينات. هو
هو المتعارف عليه حتى المشاهد تاخذ صوره، المتعارف العشائر كل ما تكثر يجون الاولاد، الاولاد العام، فالموكب الواحد ينشطر اثنين، الاثنين يصيرون اربعه، وهذا فضل من الباري عز وجل. شكرا لله عز وجل بهذا بهاي يعني شوفها تفرقه بس هي مو تفرقه، هي زياده، هي يعني تفرق. هاي النقطه واسال شو وقت بصفر يوم 3 5 0 بديتوا يعني اكيد بدينا يوم استعداداتنا 5 7 8 وصعدنا تقريبا يوم 18 نقطع. شلون شفتوها الاجواء الزياره؟ ثقيله خفيفه علينا، حتى لو ثقيله خفيفه علينا، لانه احنا نتحمل كل شيء في سبيل كلمه الحق، كلمه الامام الحسين، طريق الحسين. العدد تنزلي مو يعني تريد تخلص الزيارة؟ ناس كذا يعني شعور غريب عجيب سبحان الله. أكيد يعني مثل واحد فاقد عزيز بالله، وهذا شوف أقول لك الله وهي دليل على كلمة يعني شبابنا كلها تبكي تقعد تبكي لأنه يودعون الأربعين بالله العظيم. طريق الرحمة طريق الجنة، إحنا قاعد نخدم يعني شفنا الجنة هنا. أشهد ما بالله. أنت شنو زاير خادم؟ والله خادم وياهم. خادم. شو تسوي؟ تسولف شنو خادم؟ والله خدمتنا هم تنطبع يا أخو نوزع على الزوار. مهام ساعة تكني ساعة تطلق كل شيء. إيه أشكال نشتغل. يديك العجين لسه بعد فيه. والله. العجين شو تسوي؟ والله العجين ونوزع الزوار هي خدمة بعد. نشكركم جزيلا. المخبز حصتكم. المخبز حصتنا إحنا طبعاً. بديت بعد زوار يوم على يوم شوي قاعد تكثر اليوم يعني امس شوي العدد قليل اليوم ما شاء الله يعني عدد شوي هاي الايام الجايه ذروه ان شاء الله ان شاء الله ذروه. المبذوله ابو صالح خلي اسمع شكر خاص للكادر جميعا اللي هنا اللي ببغداد خلف الكواليس وهذا توفيق الهي ان يكون خدم الامام الحسين. والله احسنت اي والله يا شباب لك صباح هاش الوليد وتفضل الزوار جزيل الشكر لك كل التوفيق ان شاء الله لك وجميع الاخوان. وقتل اللي حصل باصحاب المواكب وردنا نتحدث ايضا عن الكثير من الخدمات اللي تقدم في هذا الطريق ونؤكد الخدمات اللي تقدم خدمات ذاتية ونتمنى أن تكون مع هذه الخدمات الذاتية جهود خاصة بالحكومات المحلية بالحكومات المركزية. الحسين يستاهل، لا أكو أقرب من هاي. إحنا المفروض بينا كمسؤولين المفروض بينا أن نطمع بكرم الحسين مثل ما الزاير يطمع بكرم الحسين. تعال حبيبي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونعزي أيضا جميع العلماء والفقهاء والمراجع وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان وجميع المسلمين بهذه المناسبة. وصلتوا عن طريق المطار عن أي مكان؟ احنا وصلنا إن شاء الله بعد من منفذ صرفوان وبعدين ذهبنا إلى يعني قبل يعني يوم ذكرت بأنه عندنا منافذ كثيرة. إيه؟ الشلامشة وعندنا زرباطية. نعم. وأيضا أصبح منفذ جديد عن طريق الكويت العبدلي، منفذ صفوان هذا تدخل به دول الخليج عن طريق الكويت، هذا منفذ جديد والحمد لله والشكر. حدود العراق ان شاء الله كلها منافذ لان هاي ولايه الحسين وعلي. سلام الله على الحسين. طبعا هذه نقطه لابد ان اسجلها ايضا بالنسبه الى القائمين في منفذ صفوان على التسهيلات التي قدموها لدينا ايضا، ولم نلاقي اي متاعب، بالعكس كانت الامور كلها سلسه وخرجنا ودخلنا ايضا الى اراضي العراق بعد خروجنا من الكويت في سلاسه وايضا ما صار. قبل يوم او يومين شاهدت. نعم. فيديو. نعم. ينقل احد الاخوان منفذ العبدلي والسيارات ما شاء الله. نعم كلها طبعا اهل البحرين واهل الكويت خصوصا واهل الخليج عامه ياتون من مناطقهم ويوقفون عند العبدلي في المنفذ هنا اللي بين صفوان وبين النويصيب، يوقفون بسياراتهم الخاصه يوقفون هنا وبالتالي يستخدمون السيارات الحافلات اللي تنقلهم من العبدلي. اول سنه تكون عن منفذ العبدلي؟ انا بالنسبه لي نعم، بالنسبه للاخوان اللي معاي هذه كانت يمكن
البعض منهم كل سنويا يحضرونها. انا حضرت قصدي على المنفذ هذا. اي نعم اول مره بالفعل. اي نعم صحيح. يعني سنويا عن طريق المطار او لا؟ بعد كنا ندخل عن طريق المنفذ، دخلنا عن طريق، وكان يطلق ايضا عن طريق المطار، موجوده التسهيلات الحمد لله. هذا المنفذ ايضا اهل البحرين شلون شافوا الزياره؟ بعد هاي هذا رحلة العشق، أنا أطلق عليها نحرة العشق، ورحلة العشق لا تستطيع أن تجد مفردة تفسر لك كلمة ما هو العشق. هذا طريق العشق إلى الإمام الحسين، ولا نملك إلا أن نسأل الله أن يوفقنا للزيارة وأن نشملكم أيضا بالدعاء والزيارة. أول نقطة قلتناكم الدعاء والزيارة عزيزي. النقطة الثانية قناة الأيام مو بس إلي، كل الكادر الموجودين هنا في بغداد اللي مستمرين بالنقل. هاي النقطة الثانية، أقول لك العاشق ينتظر المعشوق. نعم. أودعكم بالسلامة. نحن أيضا وفي أمان الله. نحن لا ننسوا من الدعاء إن شاء الله، إن شاء الله. ولا تشبونا بدعائكم إن شاء الله. إن شاء الله في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. مشاهدي الكرام، بعد أن كنا معكم في رحلة قصيرة مكوكية قامت بها قناة الأيام وفي المراسلين المنتشرين على مفترقات الطرق وفي مدينة كربلاء، في الحلة، في البصرة، زرباطية، وكذلك زميلي ظفر محمد، الجميع كل احنا قدمنا باقة ورد جميلة من هذه الطرق ونقلنا ما يمكن أن ننقله. إن عودة يوم غد وشبكة المراسلين. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.